سطرتك عبابي وعكل البواب كتبت لك عذابي عشمس الغياب عشمس الغياب عشمس الغياب بعتلي بهالليل من عندك حدا يطل علي يطل علي أعبر الشارع ماشين وعندما تتزاحم الأفكار في رأسي أو في رؤوس الناس أمشي منكسر القامة أمشي أو مقوس الظهر أمشي كما تمشي كل الكائنات البشرية. الذي يزحف أو يقفز أو يعرج أو يركب تلك مسألة لا تخصني، هي تخص مؤسسات أكبر مني. المشي تأمل قبل أن يكون حركة، أو هو الحركة والتأمل معا. عبد السلام الجباري لقبه الصديق عبد اللطيف بوجولة بالحكيم، حكيم في حديثه وفي كتابته وفي أناقته وفي أسلوب عيشه. أنا أفخر بأن أكون أحد تلاميذ عبد السلام الجباري، وللمناسبة لا أزال أستحضر على الرغم من مرور ما يزيد عن 20 سنة، لا أزال أستحضر العديد من الأفكار التي كان يدلي لنا بها داخل الأقصى الثانوية والذهب في إطار من مادة الفلسفة. هي أفكار كثيرة في الفلسفة، وهي أيضا أفكار كثيرة في الأدب وفي الرواية وفي الشعر أيضا. في السابسلام وهذه ميزته لم يكن يتقوقع في إطار من مادة الفلسفة فقط، وإنما كانت له إشارات، كانت له تلميحات، وكانت له أيضا أفكار بارقة. كان أول لقاء لي بأستاذي عبد السلام الجباري بثانوية وادي الذهب بأصيلة في آخر أعوام دراستي بها، أي خلال الموسم الدراسي 1997-98، حيث درسني مادة الفكر الإسلامي والفلسفة. حينئذ عرفت فيه الأستاذ الذي يختلف عن أساتذة آخرين. يبدو الاختلاف في أنه لم يكن يقتصر داخل الحصة الدراسية على المقرر الدراسي فحسب، بل كان ينفتح على مجالات أخرى. أذكر على سبيل المثال أننا داخل حصته بدأنا نسمع بأسماء مثل محمد عبد الجابري، عبد الكريم الطبال، محمد شكري، سلسلة شيراع. ومن خلال سماعنا بهذه الأسماء كنا نبدأ في الانفتاح على عوالم أخرى غير الدرس الفلسفي داخل حصة الأستاذ عبد السلام الجباري. هذا ملمح من ملامح شخصية الأستاذ الذي ينفتح بتلامذته على مجالات أخرى، وكان هذا أحد العوامل التي جعلتنا نرتبط بميدان الأدب فيما بعد. الأستاذ عبد السلام الجباري كيمثل واحد المعلمة من معالم مدينة أصيلة، وكيمثل واحد الفكر الإنساني راقي في العديد من الجوانب. بالنسبة لحنا كتلاميذ ديالو قرينا عنده في مؤسسات ثانوية والذهب، وخدينا له واحد الفكر راقي وإنساني نبيل، لهذا كنتمنى له التوفيق في المسار في المشوار الحياتي ديالو بصفة عامة. ولذلك لا نستغرب إذا ما خرج عن الأستاذ عبد السلام الجباري بهذا الكتاب الذي هو أو هذه المجموعة، لا أقول قصصية وإنما هي أضمومة قصص. يعني كما قلت لا نستغرب كون أن الأستاذ عبد السلام يطل علينا بهذا العمل الإبداعي البادخ وهذا العمل العظيم. ومن قبل أيضا كان قد أصدر قبل سنوات كتابه
المعنون بي وحين يكون الحزن وحده. إن هذا الطريق والمرفأ والمكتبة أشياء في طريقها إلى الزوال. أي حديث إلا ويجرنا إلى مرحلة البدايات الجميلة حين تعرفت إليه هنا بأصيلة، وكنت وقتها قد أزمات سيرمي كما يقال على الاحتفال بباكورته القصصية وحين يكون الحزن وحده. وكان ذلك الحفل بداية صداقة جميلة وصداقة أنيقة أيضا، صداقة النصوص وصداقة الحياة. ثم وجدت فيه الرجل الذي عذرني خلال تأسيس جمعية الإشاع الأدبي والثقافي، ذلك الدعم الذي قدمه ماديا ومعنويا بطبيعة الحال، بالإضافة إلى أنه كان دائما مشاركتي في الأنشطة بورقاته الجميلة والمختصرة والنافذة في مجموعة من الأعمال القصصية التي دأبت جمعية الإشاع الأدبي والثقافي على تنظيمها احتفاء بمجموعة من قاصي وقصة المغرب. الوقت جميل والبحر أيضا، ألا ترى أنه يشبه قطعة ثوب أزرق أزرق تتزين به امرأة، سميها ما شئت، فائزة، مريم، كوثر، رباب. قال صلاح: لماذا نأتي عند مصطفى؟ نأتي من أجل الدوران. هل تدور؟ عفوا، لا زالت تدور. أنا واحد الجرسون دي واحد المقهى، المقهى دي مقهى مشهورة عريقة، وهذا الشخص ده كان عندي زبون عندنا في المقهى، يعني زبون يعني من مدة طويلة، لأنه الشخص يعني مميز ويعتبر من الناس الأصليين في مدينة أصيلة. وهذا المكان هذا يعني جمالية فيه، يعني يعطي جمالية ويعطي أفكار كبيرة. أنا الآن كطائر حين يتعب من الطيران يحط بمقهى لولي، لا شيء يزعجني في بار لولي. قريبا وتتوقف الأمطار، قريبا سأعود إلى مطعم عبد القادر لتناول البيصار والزيتون، وأعرج على مقعدي قرب الشجرة المباركة لأشرب قهوتي وأسمع أحسن القصص بصوت مولاي العشام. خلال الموسم الدراسي 1997-98 كانت مدينة أصيلة قد شهدت حدثا هو إصدار جريدة فصول أصيلة، وكنا نحن التلاميذ حينئذ نقرأ هذه الجريدة، ومن الأسماء التي كانت تثير انتباهنا بكتابتها في هذه الجريدة اسم الأستاذ أسلام جباري، فتعرفنا فيه حينئذ على شخصية الأستاذ وشخصية الكاتب أيضا. ومما أذكره عن كتاباته حينئذ، وأذكر منها الآن مقالا عنوانه أرواح لك من ورق، أننا كنا نلمس في كتابته جانب الصدق، ابتعاد عن المجاملة والمحاباة، وهذا جانب في شخصيته لمسناه في كتابته مثل ما لمسناه في شخصيته داخل القسم. ويمكن أن أزعم هنا أننا بتعرفنا لنموذج أستاذ كاتب نتعامل معه داخل القسم، وأيضا نسلم عليه ونلتقيه ونصافحه ونكلمه دون حزازات ودون أي عقد خارج القسم أيضا،
يعني ربما بدا لنا من هذا النموذج أنه بمقدور أي منا أن يصبح كاتبا، فالكاتب في تصورنا أصبح شخصا عاديا يأكل الطعام ويمشي في الأسواق بين الناس، وكان هذا متمثلا في شخصية الأستاذ عبد السلام الجبالي. بمعنى بعدما كنا نقرأ عن الكتاب ونتصور أنه من عوالم أخرى وربما كائنات غير بشرية، بدا لنا من خلال شخصية عبد السلام الجبالي أنه إنسان بسيط وعادي جدا وفي مقدور أي واحد أن يصبح مثله. عبد السلام الجبالي رجل متواضع وملتزم مع حياته ومعاشر الناس المتواضعين، ما فيش الأنانية، راجل شعبي ميت حلس هو الذهب، وإذا كان عرف سي عبد السلام الجبالي ومعاشر مع الناس محترمين بحاله وناس متواضعين وعندهم شعبية الحمد لله مضخمة طيبة. أما شي واحد مقالة فيه مشي كل مشي هو هذاك كيعجبو يجلس في أماكن شعبية، مكيعجبوش يمشي يجلس في أماكن اللي أنيقة باش ميبانش يتسوى بحال ديك الناس اللي هما أنانية. بيتي أنا بيتك ما إلي حدا، من كتر ما ناديتك وسع المدى وسع المدى وسع المدى. ملي تزوجت به وانا عارفه بلي غيخرج فنان، حيت هو فنان في اللبس ديالو، في التفكير ديالو، في الحياه ديالو، وعرفتو غيكون اما مبدع اما في الفن التشكيلي اولا في الكتابه. ومن كنت صغيره كنت كنقول دائما انا خصني نتزوج مع شي واحد اللي ما كيكونش بحال كل شي الناس، وصبت الزوج ديالي ماشي بحال كلشي الناس. لا تهملني لا تنساني يا شمس المساكين، من أرض الخوف من دهلك يا شمس المساكين. أذكر ونحن تلاميذ أنه كان يسألنا عن التلاميذ الذين لهم كتابات في القصة أو في الشعر أو في غير ذلك في غيرها من الأجناس الأدبية خلال تلك السنوات. وأقول هنا أنني واحد من التلاميذ الذين كانوا يقدمون كتاباتهم حينئذ الأستاذ عبد السلام الجبالي، وأسعد بأني كنت أحظى بتوجيهاته وإرشاداته ونصائحه، وكان هذا عامل من عوامل ترشيد خطواتنا حينئذ في مجال الكتابة. هذه باختصار بعض الملامح التي يمكن قولها عن شخصية الأستاذ عبد السلام الجبالي الذي أوجه له الشكر والتحية بمناسبة تقديم كتابه الجديد الذي عنوانه وداعا شوبنهاور. أرى أن الاحتفال بوداعا شوبنهاور هو احتفال بالحياة، احتفال بالقصة المغربية، وهي تتألق وتأخذ مكانتها عربيا. جاءت وداعا شوبنهاور بعد صمت طويل عن النشر، دام تقريبا 17 سنة، وهذه المجموعة أرى فيها شخصيا مسألة مهمة جدا، وهي طرح إشكالية الأنا والآخر. وإذا جاز لي أن أرخص، فالسي عبد السلام هنا لا يكسب بمنطق القصة، وإنما قصة هي مجرد وسيط فقط لا أكثر، لا أقل ولا أكثر، وسيط نوعي، ذلك أن الأهم هو الإبداع في حد ذاته، هو مجموعة من الشذرات التي يضمها في هذه الأعمال التي هي قابلة لأن تقرأ على أكثر من مستوى. وتحية مجددة للسي عبد السلام الجبالي. الحياة ديالو ماشي كيف كلشي الناس، والتفكير ديالو ماشي كلشي الناس، والعلاقة ديالو بينو وبين وليداتو وبيني أنايا ماشي كلشي بحال كلشي الناس. مع ولادو بحال شي صديق، معايا أنا تا أنا بحال شي صديق، بحال شي أخ، بحال شي فيه الحنان، فيه الكرم، فيه كريم، في كلشي، في الإبداع ديالو، في الحياة ديالو، مثلا داك الحاجات اللي كيعطينا كريم فيها ما كيبخلش علينا، كيعطينا الحب ديالو، كيعطينا الفلوس ديالو، كيعطينا المتعة في الحياة الحقيقة. الله متعين معاه، لا انا ولا وليداتو. انا زهرة من زهورك، باركني ساعدني بالدمع ابتزاني.
انا فخوره به بزاف وكنتمنى له يزيد في الكتابه حيت دائما كنقول له انايا خصك تخرج ديك الكتابه اللي عندك خصك تخرج داك الشيء اللي عندك عنده بزاف ولكن هو كيقول حتى هو خصو ايدياليست خصو يخرج داك الشيء اللي كيكون مزيان ماشي غير كيكتب وصافي كيبقى يكتب ويعاود ويعاود ويصحح ويكتب ويعاود لا بروف راه مجلس ما بين الكتاب الاولاني والثاني شو شحال ديال الاعوام دوز باش خرج هذا المولود الثاني لانه هو كيبغي داك الشيء كيكون في المستوى ماشي غير يكتب وصافي او وانا كيعجبني حيت فيلسوف في الحياه ديالو في التعامل مع الناس سامع الناس ماشي غير معنا حنايا تاع الناس كريم وكيتعامل مع التلاميذ ديالو بحال ولادو بحال الاصدقاء ديالو بحال خايدين عليه الحمد لله هنا في اصيله خايدين عليه كلشي الناس نظره مزيانه وانا فرحانه